طيب ده رأي وائل جمعة، لكن هل الإجهاد مشكلة يواجهها الأهلي فعلا؟ هل حشر الماتشات بهذا الشكل من اتحاد الكورة وده سؤال، الناس حاسة بيه؟ وده سؤال يا اخوانا. الأستاذ حسن المستكاوي برؤيته الكبيرة الخبيرة الرأي. بص، أول حاجة يعني أنا طول عمري ضد الحاجة اللي بتتعمل من زمان، الإجهاد. إحنا في بداية الموسم فاللياقة مش جاهزة، وبعدين بعد شوية الموسم يقرب يخلص يقول لك الإجهاد، إحنا في نهاية الموسم فاللعيبة مجهدة، مع إن العالم كله مش كده. بس الحقيقة موسيماني في تصريحاته الأخيرة لقناة النادي الأهلي بيتكلم على الاشتباك في أربع في ثلاث بطولات، صحيح، الدوري وأفريقيا والكاس السوبر الأفريقي، 18 يوم الأهلي بيعمل أربع مباريات صعبة جدا، صحيح، بجانب طبعا الضغط بتاع المباريات، صحيح صحيح. فإذا الإجهاد حقيقي فيما يتعلق بنادي الأهلي، وده تفسيري الأول لأداء النادي الأهلي في بعض المباريات الأخيرة، وخصوصا في الشوط الثاني من هذه المباريات. اللعيبة مجهدة، ده حقيقة، من ضغط المباريات والاشتباك في بطولات كبيرة ومباريات كبيرة، من أول كأس العالم للأندية إلى اللعب مع سان داونز، صحيح، اللي هي شوف بقى من أحسن الفرق اللي بتلعب كرة في أفريقيا. صح. البعض يقول لك طب دور المدير الفني ان هو يستغل القايمه الكبيره اللي موجوده معاه، اللي موجود فيها لعيبه كتيره جدا، ويديهم فرص ويديهم ويعتمد عليهم في بعض اللقاءات عشان يقدر يعمل روتيشن يساعده في جميع اللقاءات. طبعا، بس هو عنده مشكله تانية، الاصابات الكتيره في مفاتيح لعب اساسيه في النادي الاهلي، صحيح، ولها ادوار مهمه. الاهلي حمدي فتحي، علي معلول، حمدي فتحي، علي معلول، واجايب اللي غاب فتره طويله، الثلاثه دول ليهم ادوار مهمه جدا. صحيح ان الاهلي لما استعان ببعض البدلاء في بعض المباريات السهلة ما بانش ان الاهلي، لا ده بان انه عنده دكة جامدة يعني، لكن كمان عنده مشكلة تانية ان في بعض اللعيبة مجهدة قوي لدرجة انها يعني ادوارها الايجابية في الملعب دفاعا وهجوما مش واضحة. فدي حاجات يعني ثلاث حاجات عند موسيماني عاملة له يعني مشكلة، يعني الإصابات، الإجهاد، البعض حالة اللعيبة الأساسيين اللي بيشاركوا. يعني الأستاذ حسن المستكاوي طبعا يؤكد على فكرة إن النادي الأهلي يتعرض للإجهاد، دي مسألة مش محتاجة تأكيد يعني. قال لك حسن المستكاوي، قال لك الأهلي في خلال 18 يوم بالظبط لعب أربع مباريات كبار فيهم سفر، هو ومناخات مختلفة. يا استاذ ابراهيم، اللي بيجادل في هذا الامر يبقى انسان غريب جدا يعني. يعني الحقيقه خد بالك الاشادات بقى والتقدير عشان تشوفوا الاهلي وهو بيحقق كل هذه السعاده. بس انا عايز كنت اعلق بسرعه والعرب في كل بسرعه والنبي في 10 ثواني. استاذ ابراهيم عبد الجواد وهو يسال هذا السؤال كثيرا، يعني الروتيشن مش الروتيشن، ما عنده قائمه، نفس الكلام اللي بيتقال. قال له لا، ده الاصابات كلها في مفاتيح اللعب، صحيح، وانا بضيف اليه والقائمة الإفريقية اللي ما تقدرش تبدل فيها، صحيح، عشان بيقول لك طلع. ورغم كده أنت وصلت إنك طلعت واحد زي كوكا من الناشئين وبتلعب ببيكا. طيب